اهلا بكم متابعينا ومتابعي جريده اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهارده من داخل مجمع محاكم وادي النطرون. في طبعا يعني النهارده كان في محاكمه البلوجر هبه سيد. هنتكلم النهارده مع المحامين وهنعرف يعني مرافعه النيابه كان حصل فيها ايه بالظبط، ويعني المتطلعات في القضيه هتبقى عامله ازاي. ازاي حضرتك اولا يا فندم؟ عاوزين نتعرف عليك. محمد علي المحامي، محامي مدام هبه اللي هي الشهيره بهبه مزير. اتفضل. النهارده هي كانت اول جلسه يوم 19/8 وتاجلت لجلسه النهارده لاعداد مرافعه النيابه، والنيابه النهارده اترفعت وقالت كل ادله الثبوت اللي عندها ضد هبه ووجهت لها اتهام الاتجار بالبشر، والمفروض ان هي هتتاجل ان شاء الله للشهر الجاي الجلسه الجايه علشان احنا نكون جاهزين ان شاء الله باذن الله بالمرافعه. احنا كنا شايفين نيابه النهارده وهي شايله، ايوه هي فعلا اتقبض عليها وكانت لسه حامل في الشهر السابع على ما اعتقد او السادس، وولدت هي في السجن. هي بقى لها حوالي 6 شهور حاليا محتجزه على ذمه القضيه وتحيات النيابه. خلينا نذكر الساده المشاهدين بتفاصيل القضيه. ان في حوالي في شهر 4 تقريبا هي ظهرت على اليوتيوب مستغله اولادها، ده طبقا لتوجيهات الاتهام بتاع النيابه العامه ان هي استغلت اولادها علشان بعرض محتوى خادش للحياه، ان هي ذكرت ابنها مع بنتها في وضع مش لطيف عامه، فبناء عليه تم القبض عليها وتم ضبط واحضارها والتحقيق معاها على ذمه القضيه دي. الاتهامات اللي اتوجهت ليها النهارده يعني طبعا النيابه وكلمه النيابه، عاوزين نعرف من ابرز حاجه ايه ووضح اكتر. ابرز حاجه استغلال الاطفال واتجارهم تمام وتربيتهم على قيم غير اسريه عامه، فده كان يعني يعتبر دي اهم عقوبه هتوجهها هي. تمام. النيابه قالت ان هو طبعا منع يعني اصدار ما يحدث داخل المنزل عامه، يعني فيما معنى القول ان هو منع. والنيابه النهارده كانت متحامله شويه في ان الحياه الشخصيه ما ينفعش تظهر على اليوتيوب او وسائل التواصل الاجتماعي، بس انا من وجهه نظر المتواضعه ما فيش ما يجرم في القانون ان هو ظهور الحياه الشخصيه طالما في حدود واضحه. في حدود واضحه. هبه يوتيوبر مشهوره، عندها قناه على اليوتيوب، عندها فيسبوك، عندها تيك توك، كانت بتظهر من سنه 2018، تعتبر اول سقطه ليها فيديو زي ده تمام، فهو ده هي بتتحاسب على الفيديو ده فقط وليس على اي فيديوهات اخرى. يعني الفيديوهات الثانيه حضرتك شايف مفيش فيها اي اخطاء نهائيا، لان اطفال بتطلع هي كانت بتطلعهم بيتسموا بحسن المظهر بالتصوير بتاعهم بالكلام ده كله تمام، الكلام بيتسموا بحسن المظهر ولبسهم وبتهتم بيهم وتحديات اكل زي ما اي يوتيوبر اي قنوات مليونيه بتعمل الكلام ده. لو هنتكلم على الواقع بالظبط، فيديو الواقع تمام، محتواه كان عامل ايه والنيابه قالت ايه وحضرتك لا الرد هيبقى الجلسه الجايه، بس هي النيابه انا شايف ان هي النيابه كانت متحامله على هبه في واقعه وارد للانسان انه يخطا، ما فيش حد معصوم عامه من الخطا. بس نتكلم مع استاذ، ممكن نعرف الواقع يعني نذكر المشاهدين بالواقع. الواقع ان هبه ظهرت في فيديو مستاءة بسبب ان شافت ابنها مع بنتها في وضع مخل تمام الكلام، واكد الكلام ده الاطفال وهو ده سبب تجريمها ان دخول الاطفال في فيديو زي دوت. بس هنتكلم مع استاذ كمان يوضح لنا تمام ايه التفاصيل اللي حابين نعرف حضرتك. الاول انا كريم الفقي المحامي، محامي النيابه عن محمد. طيب اتفضل بقى، عاوزين نعرف طيب ايه الواقعة من البداية ومحمد دوره ايه في الواقعة والنيابة اتكلمت عنه النهارده. محمد الاول ابن المتهمة. ابن المتهمة والنيابة اتحملت عليه النهارده برضه زي ما الاستاذ الزميل قال انها اتحملت على والدته، ان هو كان هو اللي ماسك حساباتها وهو اللي بيتحكم في كل الاموال اللي بتجيلها. وبرضه انا شايف وده وجهة نظري المتواضعة ان النيابة فعلا متحملة عليهم قوي الاتنين، والقضيه فيها حاجات كتير لسه ومش هتظهر الجلسه دي بسبب ان احنا اجلناها للجلسه الجايه عشان ان شاء الله في مفاجآت كتير هتبقى ليكوا وهتبقى للساده المتابعين. تمام. لو نقول مثلا محمد كان دوره ايه، يعني النيابه كانت بتقول تقريبا ان هو دوره ان هو كان بينشر على السوشيال ميديا وهو اللي كان متحكم في الصفحات، بعدين بالزبط. تم تغيير الباسورد الخاص بالصفحات فادى ان هي عملت صفحه ثانيه. بالظبط. صفحة تانية من خلال جوزها التاني اللي هو المتهم الثالث في القضية.
هو ده، هو ده اساس الموضوع كله، وهو اللي من ساعه ما تم المشاجره بينها وبين محمد وقفل عليها صفحتها وانها منعها انها تقدر تاخد الاموال بتاعتها وتسحبها، فاضطر المتهم الثالث ان هو يعمل لها صفحه تانية ويعملوا من عليها الارباح وكل الكلام ده. طيب ايه اللي حصل النهارده جوه الفيلم؟ اللي حصل جوه النهارده ان النيابه موجهه كل الاتهام للمتهمه الاولى والمتهم الثاني، وشايفه ما ذكرتش ان هو بيعاني من امراض نفسيه، وده برضو اتقال في تحقيقات النيابه بلسانه، يعني هو نفسه اقر بكده، النيابه ما ذكرتش الكلام ده، ما ذكرتش اي حاجه تبقى في رأفة المتهم. يعني لو محمد زي ما حضرتك بتقول ان هو يعاني من امراض نفسيه امراض وعقليه. نفسيه، ايوه طبعا. تمام، تم الكشف عليه بالفعل ولا؟ كل ده بقى انتظروه في الجلسه الجايه لما ان شاء الله نترافع ونظهر لكم مفاجآت انتم مستنيينها وكل الناس والمتابعين مستنيينها في القضيه دي. تمام، حضرتك قلت لنا ان انت بتسعى قدر الامكان علشان طبعا عشان نحصل على حكم البراءه ليهم، ما لهمش ذنب، غلطوا غلطوا، طفل غلط غلط، مش ذنبه ان هو طلع في اسره او مجتمع او يعني ما خدش القدر الكافي من التربيه، يعني مش لدرجه ان احنا نعمل معاه كده. وبعدين ده شاب في ثانويه عامه، في ثالثه ثانوي، عنده مستقبل. انا عاقبه، انا عاقبه، بس ما توصلش. يعني انا شايف ان بالمواد الاتهام اللي النيابه مقدماها ان هي عايزه تديله حكم كبير، طب ليه؟ طب فين الرأفه؟ فين روح القانون؟ فين كل الكلام ده؟ زي ما النيابة ذكرت النهارده ان هو كانت هبة، قالت يعني المحتوى يعني للكبار فقط، فممنوع ان حد مثلا من الاطفال يدخل، وكانت في نفس الوقت وهي بتتكلم في الفيديو ابنائها جالسين جنبها علشان يعني زي ما بنقول بتوعي الباقيين. تمام. رد حضرتك ايه على لا انا مع يعني حته الكبار فقط دي ما اتذكرتش، ودي كانت يوميات اللي هي عاديه وفيديوهات عاديه خالص. هو كل لا اللي عمل الضجه دي الواقعة اللي هي هو كانت الفيديو تحكي الوحيد الواقعة، ده الفيديو ده الوحيد الفيديو اللي الوحيد هي اللي كانت عمل بتحكي ضجه، اللي عمل ضجه واللي اتصنفت، واللي عشانه بسببه اتصنفت القضيه اتجار في البشر انها بتتاجر باولادها. لكن هي ما كانتش، ده كانت يوميات عاديه وفيديوهات عاديه زي الواقعة. اي أنا بلوجر. بتكلم يا فندم على الفيديو الوحيد اللي هو بتاع الواقعة، ماله؟ كانت هي قاعدة في النص وما بينها أطفالها تمام الاتنين اللي هو ذكرته إن هما عملوا علاقة غير شرعية. تمام تمام. والفيديو ده على فكره برضو للعلم في تحقيقات النيابه، والنيابه نفسها النهارده ذكرت ان هي مسحته، واللي رجعه تاني ونزل الفيديو تاني هو المتهم الثالث. ناس كتير متغيبه عن المتهم الثالث ان هو لحد دلوقتي لسه هارب وبينزل فيديوهات وبيتكلم عن الموضوع وبيخفي حاجات كتير. كل يعني القضيه فيها حاجات كتير لسه هتنتظروها وهتشوفوها ان شاء الله الجلسه الجايه، وهتبقى مفاجآت ليكم كلكم تحت امرك. طبعا احنا كنا معاكم متابعينا ومتابعي جريدة أهل مصر من كل مكان من مجمع محاكم وادي النطرون. طبعا يعني النهارده كان في جلسه للبلوجر هبه سيد، هي طبعا متهمه بالاتجار في البشر خاصه بعد قيام يعني قيامها بعمل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتها المشهوره باسم ام زياد هبه سيد، واكدت فيها ان في هناك علاقه غير شرعيه ما بينها وما بين ابنها وبنتها، ابنها محمد وبنتها حبيبة. كنا معاكم وما زلنا معاكم لحظة بلحظة من داخل مجمع المحاكم بوادي النطرون. دمتم في أمان الله ورعايته.